السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي فاتر كوزين. اليوم راح نقدم لكم بغرير سهل وبنين وخفيف وما فيهش صوالح بزاف، صوالح متواجدين تقريبا عند كاع الناس، وسورتو ما يخمرش بزاف، يخمر لمده 5 دقائق. لهذا خصنا 3 كيسان سميد رطب. الكاس اللي تعبروا به سميد عبروا به الماء، انا استعملت هذا، واللي تبغي دير كاس كبير دير كاس كبير. 3 كيسان سميد رطب، ربع كيسان ماء، مغرفة صغيرة ملح، مغرفة كبيرة سكر، مغرفة كبيرة خميرة العجين، مغرفة كبيرة فارينة، وساشي تاع خمارة تاع العجين تاع الكاطو. هذا ما كان، هذا ما كان. فوالا، دروك نفوتو لطريقة التحضير. ندير الماء تاعي في البلاندور اللي عندها باتور ديال الباتور. كومي فيغ؟ 4 فيغ، ربعة تاع كيسان تاع الماء. فوالا الكيسان تاع السميد ماشي معمرين، فمعمرين مي ماشي. زوج، ثلاثة، خميرة، فارينة، سكر، ولا الملح، مغرفة صغيرة تاع الملح. نبلعو عليه دروك. نزيد خمارة هي التالية تاع الكاطو، نعاود نفولو البغرير تاعنا. يلا اوكي، جوست كونت. فوالا، بلا ما خمر راني عاد كي نحيته ديجا الى كومونسي افير دي بول، دار البواوق. دروك نخليه 5 مينوت، ما نغطيه ما والو، نخليه 5 دقائق كيما هكذا ونعاود نولي واصل. فوالا، ديروا المقله تاعكم تسخن مليح مليح حتى تشوفوا شويه الفار خارج منها. بسم الله، الغاز ديروه متوسط، انا ندير متوسط باش طيب بيان، ما تنحرقش من التحت وطيب من الفوق. فوالا البغرير خمر 5 دقائق. صالي ربي تي سان دو وفا. فوالا عاد بروج دابي. Vous l'accompagnez avec ou du Nutella ou du miel, vous allez vous régaler. Voilà. انا ندير لها دو بور بالفوق، شك وحده نحط عليها هكا غير نمسح مثلا. فوالا تحت كيفاش
باش ما يتلصقوش مع بعضياتهم. ما ديروا لا دهن في المقلاة لا زيت لا والو. Voilà. Machallah. Voilà le bagrir. نكملهم ونعاود نوليو الريزلت فينال. Voilà le bagrir تاعي. راني كملته. شوفوا كيفاش جا. هشيش منتفخ وهشيش. الكمية تاع 3 تاع كيسان تاع سميد. شوفوا شحال دارت لي. بلا ما يخمر بلا والو. بسلامة تلقاو على خير وصحة قهوتكم وعلى بخشان على بخشان أغبار.